صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هذه امرأة دائما في مشاكل مع زوجها، ثم قام زوجها بالزواج من امرأة أخرى، فقامت الزوجة الأولى بالخروج من بيت زوجها بدون إذنه، فهل فعلها صحيح؟ وما كفارة ذلك إن كان عملها خاطئ؟ هذه مسألة قضائية، نزاع بين زوجين، مسألة قضائية يرجع فيها إلى المحاكم. لكن إذا كان خروجها من بيته لسبب وهو مقصر في حقها فإنها معذورة، أما إذا كان لم يقصر في حقها فخروجها معصية ولا يجوز لها ذلك. مجرد معه امرأة ثانية هذا ما هو بعذر للمسلم أنه يتزوج أربع نساء، حق له ما دام أنه قام بالعدل، هذا حق له وليس عليه لها عليه حجة. نعم.